السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام متابعي قناة فنتربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. أهم وأفضل خضرة قدمها للطيور في موسم التجهيز وموسم الإنتاج، ولأسباب عديدة. قدم للطيور في موسم التجهيز موسم الإنتاج الفلفل الأخضر بنوعين الحد والحار. إيمتى تقدم الحد وإيمتى تقدم الحار؟ للملاحظة الفلفل الحدي إذا بدي قدمها للطيور يجب أن تكون متوسط الحدودية، يعني انت كانسان قادر انك تاكله بدون ما تأذيه. الانسان العادي مو اللي بيحبه الحد، الانسان العادي اذا اكل فليفل حدي ما تأذيه وما تسبب له اللهم صل على سيدنا محمد مشاكل في اللثه او مشاكل في اللسان. هاي انا مقدمه لطيوري. ايمتى تقدمها؟ قدمها في طور التجهيز، قدمها لما بكون انت عم تبني العش، قدمها وقت بدي فوت الذكر على الطيره، قدمها مرتين في الاسبوع. طريقه التقديم الصحيحه للطيور، انا شفت بعض الناس يمسك الفليفلي بقصه وبقدمه للطائر، بياكل الطائر بالفليفلي، ولكن تكمن الفائده القصوى بحيث احتواء على فيتامين اي واحتواء على محفزات جنسيه في البذور، في البذور وليس في الغض بشكل كامل او بالقبعه الخضراء الموجوده على الفليفلي. افضل منطقه لتواجد انواع الفيتامينات وانواع المهيجات وايضا اللي بتساهم في عمليه تهيج الطائر من اجل وضع البيض وتطهير المعوي هي البذور وليس القبعه اللي موجوده عليها. طريقه تقديمها، انا بالنسبه لي ما بعلق شيء بالقفص، يعني ما بعلق تفاح، ما بعلق جزر، ما بعلق خيار، ما بعلق هالشغلات هي تعليق، انا في عندي معلف مخصص للحكي هذا، بضعه داخل المعلف بهذا الشكل بحيث تكون البذور بشكل مبين للطير، واضع اياها بالقفص وراح نشوفها انا وياكم مع بعض. هاي اذا كان في عندك انت طيور، هاي اذا كان في عندك انت طيور في طور الجهوزي والانتاج، تقدم في طور الجهوزي واللهم صل على سيدنا محمد والتجهيز. وايضا في مرحله غيار الريش بتفيد كثير، بتساهم في عمليه طرح الريش بشكل اسرع. اما الفليفل الحلوه ايضا تحتوي على فيتامين اي، ايضا مغذي للطير، ايضا ملين للامعاء، ولكن ليس طارد للديدان كما هي بالفلفل الحار. مثل ما انتم شايفين فريد اخذ موزايك بلش ياكل من الفليفل. الفليفل الحدي لونها حمراء او بتكون صغيره، هاي الفليفله ما بصير نعطيها للطير ولا باي شكل من الاشكال، ترى هاي بتسبب قرحات في القانصه، بتنشط الميكوبكتيريا، لهذا الامر ممنوع تقديمها على الاطلاق. اللي عنده فراخ وبدي يغذيها بشكل صحيح، ما عندك بروكلي، ما عندك انت اللهم صل على سيدنا محمد تقديم فيتامينات للفراخ اثناء طلعتها من البيضه، بنصحك بالفليفلي وبزور الفليفلي. مهم كثير وبتساهم في عمليه الانتاج وتقويه الفرخ وخروج الريش بشكل صحيح من الفرخ. والى هذا القدر اكتفي معكم بهذا الفيديو، بتمنى يكون نال اعجابكم، ولا تنسونا يوم الاحد القادم بلايف على اليوتيوب للاجابه عن جميع الاسئله والاستفسارات المتعلقه بتربيه الطيور. والى هذا القدر كفايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.